بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي طلاب الصف الرابع، اليوم طلابي سنقوم بمراجعة الوحدة الثانية وهي الماء أساس الحياة. سنقوم بمراجعة هذه الوحدة وهي المحافظة على المياه في وطني. سنقوم بمراجعة الوحدة المحافظة على المياه في وطني. تحدثنا وقلنا أن الماء أساس الحياة، فهو يستخدم في الشرب وأعمال المنزلية والزراعة والصناعة. وتحدثنا أهم طرق المحافظة على المياه في المنزل. أولا السلوكيات أو الواجبات التابعة اتباعها في أثناء الغسيل والاستحمام. أولا استخدم الماء أثناء غسيل الوجه والوضوء. ثانيا استخدم أدوات توفير المياه. ثالثا استعمال كمية مناسبة من الماء في أثناء الاستحمام. ثانيا كيف أو طرق المحافظة على المياه في المطبخ. أولا غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء، واستخدم كميات مناسبة من الماء في تنظيف الأواني وصيانة الصيانة الدورية لأنابيب المياه. هذه هي أهم طرق المحافظة على المياه في وطني. ولكن الآن سنقوم بالتعرف على طرق المحافظة على المياه خارج المنزل. من طرق المحافظة على المياه خارج المنزل، أولا في الحديقة استخدم نظام الرذاذ والتنقيط في الري، عدم ري المزروعات وقت الظهيرة. ثالثا أو جيم زراعة نباتات منزلية تستهلك كمية قليلة من المياه. كما تحدثنا أن طرق المحافظة في الحديقة، أولا استخدم نظام الرذاذ أو التنقيط في الري، وعدم ري المزروعات وقت الظهيرة لأنها تستهلك كمية زيادة لتجنب زيادة نسبة التبخر. ثالثا زراعة نباتات منزلية تستهلك كمية قليلة من الماء. ثانيا في أثناء غسل السيارات أو السيارة، وضع الماء في دلو بدل من استخدام خرطوم الماء للمحافظة على المياه. ثالثا كيف نحافظ على المياه في المدرسة؟ عدم استخدام الماء وسيلة للعب أو التسلية، وإبلاغ إدارة المدرسة في حال وجود تسرب للمياه. هذه هي من طرق المحافظة على المياه خارج المنزل. إن شاء الله طلابي الأعزاء سوف نقوم بمراجعة في الحصة القادمة طرق ترشيد استهلاك الطاقة في وطني. دمتم بخير طلابي وطالباتي طلاب الصف الرابع.